رجعنا من جديد في فير بلاي، نحكي على تتويج اول اللاعبين التونسيين هذا الموسم في اول مقابله ليه اللاعب السابق للسي اس اس محمد علي الجويني، يتوج بلقب معاديه بطبيعه طلع على الجيش المصري ضد العملاق الاهلي المصري. معنا محمد علي اللي كان دخل البارح في اواخر المقابله وساهم في التعادل وبعد الفوز بالبينالتيات تبعنا من مصر دليل جويني. مرحبا بك محمد علي. مرحبا بك خويا سلام، كيف مستمعين؟ خويا اول حاجه نبارك كلك التتويج في اول مقابله ظهر لي، ما خيرش من البدايه هذه؟ والله يبارك فيك خويا، والله احسن بدايه واحد يدخل دور المصري من بدري كثير، معناها خاطر كنت عارف نحن البطوله وفيت عندها شهرين، هما عندهم اسبوع برك، وانا جيت في الاسبوع معناها اللي حاضر فيه المباراه، حاولت ناخذ الماكسيموم اللي تاتي فيك نتاعي، سمحت لي باش نلعب شوط عباره خاطر دخلت تقبل 15 دقيقه من هذا الشوط الثاني، وبعدين لعبت 30 دقيقه الحمد لله. كنت تتوقع ان تتويج خاصه قدام فريق كبير في مصر هل وحتى في فريق اللي هو الاهلي؟ والله متصور كبير في افريقيا، وهو اكثر فريق متوج في افريقيا، معناها فريق عملاق اسمه الاهلي المصري، بس نحن كنا حاضرين 100%، تعرف النهائي خاصه كيفاش تلعب فريق يفوتك في الماديات في كل حاجه، لازم تكون ذكي ذكي في النهائي تربح ما يتلعبش، وهذاك ايش عملنا، حاولنا نسكروا المساحات الماكسيموم على فريق الاهلي وربي وفقنا، وحتى وصلنا ضربات الجزاء وكان الحظ لصالحنا. دخلت في اخر المقابله ظهر لي ساهمت دفاعيا في انه النتيجه بقات تعادل دون اهداف، كان مخطط انك تدخل معناتها في اخر المقابله ولا كيفاش بالضبط؟ لا لأن قبل ما يبدأ معناها المباراة المدرب قبل بليلة عيط لي للغرفة حكيت أنا وياه، قال لي جويني أكيد مش باش نجم تبدأ من دور، خليك حاضر راني باش نستعملك ديزاين نظام معناها من قبل المباراة في بالي بروحي اللي أنا باش ندخل معناها. صحيح هي حاجة المباراة يعني كيفاش باش تمشي، أما هو اللي عيط لي قبل بليلة وقال لي راك باش تهبط معناها ديزاين نظام. كانت فما مناوشة بينك وبين لاعب الأهلي أكرم توفيق، شفناه حتى ضربك على اعصابهم برشا ظهر لي كانوا لاعبين الاهلي. ما تعرف هما خسروا البطوله وزيد نفس الفريق هو السبب معناها اللي خلاهم يخسروا البطوله، وحبوا يعوضوا في السوبر، نحن كنا حاضرين اكثر على خاطر هما بالنسبه لنا نحن فما برشا لعبيه اول تيتر لها، كنا هما شبعانين معناها بالتيتروات معناها. كنا نحن حارسين اكثر، كان 11 جندي في التيران. كان فما حديث تحدث مع علي معلول بعد المقابلة، ما عرفش شنو هذا بيناتكم؟ بين الشوطين تحدثت انا وياه، يعني هو اللي عمل في البينالتيات معناها قال للشناوي انا منين نشوف. باعك معناها؟ ايش انا غير؟ لا لا صاحبي اخويا بالعكس، اول واحد بعث لي مساج كتبت له مصر بارك لي وقلت له ديجا اول ماتش يعني ضدك انت، قال ان شاء الله ربي معاك، بين الشوطين ما حكينا معناها توا لبيت عليه انت ربي معاك بون كوراج، كيف كيف قلت له ربي معاك بون كوراج. كيف عرفت اللي هو قال للشناوي من نشوت؟ اصحابي خاطر انا عاطي بظهري اصحابي قالوا لي يا اخي بدل معايا، انا ما بطبيعتي ما نشوتش شيره واحده معناها، انا نمشي شوي استنيت الاخر، انا عملت لك ومشي شيره هذيك حطيت الشيره هذيك. انا الحقيقه ما شفتوش معناها اصحابي قالوا لي خاطر انا عاطي بظهري. كيف هيثم الجويني التحق بك مؤخرا ظهر لي وليتو جيدة تونسيه في الفريق هذا؟ ان شاء الله يزيد حتى ثالث مرحبا. فما امكانيه ثالثه؟ والله فهم حاسس مجموعه فهم. يعطينا اخويا خلينا ناخذ من عندك سكوب، شكون جاي؟ وسط الميدان ان شاء الله ربي يسهل له بينه هو ولاعب اخر معناها. شكون؟ ما سمعتش الاسم شكون؟ قلت لك وسط ميدان ما نحبش نسبق الاحداث خاطر بينه هو ولاعب اخر ينجم ما يجيش هو معناها. باهي يعطينا الجمعيه اللي كان يلعب فيها على الاقل. يلعب في مصر هو يلعب في مصر ان شاء الله ربي يسهل. المثنانيه. انا معناها انا لا هكاك ما نحبش نسبق هو تقولون عليه قلت لهم راهو باهي كنت بينه هو واحد اخر ان شاء الله ربي يسهل. ان شاء الله اخويا يعطيك الصحه محمد علي، نباركوا لك في اول مقابله وتتويج ظهر لي ما خيرش من هكا، ان شاء الله مسيره الكل مع الطريق على الجيش ونشوفوك لما في فرق مخيف في مصر والا خارج مصر. ان شاء الله اخويا ان شاء الله وربي يفضلك وربي يخليك. الحمد لله المره هذه الريزو طلع مريقل مش كيما الاخر. لا خاطر في الدار تو في الدار المره اللي فاتت وانا ماشي بونترينمون هذاك عليه. هيا بلغنا تحياتك لهيثم الجويني.
هذا يكون كان محمد علي جويني بيقولوا اول تتويج لي مع نديه على الجيش. موزيكا بعد نكملين في فريق بلاي حتى الربح.